جيت أتعلم القراية الدرس استفدت، يعني إني لو بدي أروح مثلاً أمضي ورقة أعرف ليش الورقة أمضيها، أو بدي أقرأ ورقة بدي أقرأها، مش أمضي على هيك وما أعرفش إشي. لو بدي أختم على إشي برضو نفس القضية. أول والله بقت يعني صعبة كتير، يعني الأحرف وزي هيك يعني، وبعدين تعلمناها الحمد لله.